بيان إلى الرأي العام. يصادف 15 من مارس الذكرى 11 تاريخ لاندلاع الثورة السورية، فهو اليوم الذي تضامن فيه الشعب السوري بكافة مكوناته وشرائحه الاجتماعية ضد الظلم والديكتاتورية، وسعى إلى مطالبة بالحرية والعدالة والديمقراطية ومناهضة كل أشكال العنف والتمييز والكراهية التي أرهقت السوريين من الحكم الشمولي، أدى إلى احتكار السلطة وفرض الدولة المركزية على أنها حقيقة اجتماعية ثابتة وأبدية، وإظهار التنوع الثقافي والفكري والسياسي المغاير لهذا التوجه تهديداً للأمن القومي وخط على وحدة البلاد. فقام بسحق تطلعات الشعب في الحرية والعدالة والمساواة وتغييب الهوية الوطنية، ومع دخول المنطقة منعطفاً تاريخياً ومصيرياً بانتفاضة الشعوب على حكامها وأنظمتها المستبدة، أعلن السوريون في آذار عام 2011 حراكهم السلمي بكافة مكوناتهم وشرائحهم الاجتماعية ضد الاستبداد الجائر لتحقيق طموحاتهم في الحرية والديمقراطية والعدالة. إن النظام الشمولي والاستبدادي المعتمد على ثقافة الحزب الواحد والقومية الواحدة واللغة الواحدة وصلت إلى طريق مسدود وباتت عبئاً على مجتمعاتهم وسبب في حدوث كوارث مجتمعية هائلة. ففي سوريا ونظراً للذهنية المسيطرة على آلية التفكير وعمل النظام، كرس حالة من الانقسام المجتمعي وأحدث فيها شروخاً عميقة ربما لن نتمكن من ردمها لعشرات السنين، كما أثبت عدم قدرته على إنتاج حلول ناجزة للتجاوز الأزمة بالطرق السلمية والسياسية. من جهتها، ما تسمى بالمعارضة المراهنة على الحلول الخارجية غدت هي الأخرى جزءاً من الأزمة، بدلاً أن تقدم على طرح حلول حقيقية لمشاكله. وسقطت كافة رهانات الشعب السوري عليها في تجاوز الاستبداد وإنجاز حل وطني ديمقراطي في البلاد. فإن تدخل بعض الدول الإقليمية على مسار الأزمة السورية عسكرياً وسياسياً بعد أن فشلت أدواتها في تنفيذ أجندتها على الساحة السورية، ساهم في زيادة تعقيد الأزمة، بالأخص بعد تدخلها بشكل عسكري مباشر عبر احتلال أجزاء واسعة من الأراضي السورية مثل تركيا التي احتلت مناطق عديدة وانتهكت سيادة الأراضي السورية، إلى جانب ارتكابها هي ومرتزقتها العديد من الانتهاكات ضد السكان المدنيين وإجرائها عمليات التغيير الديموغرافي. وتجلى ذلك بشكل واضح في عفرين المحتلة التي يصادف الذكرى احتلالها 4 بعد أيام، وكذلك في رأس العين وتل أبيض وإدلب وعزاز وجرابلس والباب. كما أن الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها الشعب السوري ما هي إلا نتاج الحرب الدائرة، وأن العقوبات التي فرضتها القوى الدولية عليها وخاصة قانون قيصر انعكست سلبا عليه لا على النظام، كما أن تزايد حالات النهب والفساد في صفوف مؤسسات وإدارات الدولة السورية وانخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي زاد من إفقار الشعب، حيث بات أكثر من 85% منه تحت خط الفقر، وهو ما يهدد بتزايد عدد الجياع وانعكاسه بشكل مأساوي على الحالة المجتمعية في ظل ارتفاع نسبة البطالة والعاطلين عن العمل. ففي هذا الإطار، فإننا في حزب سوريا المستقبل مجلس حلب نثمن عاليا جهود الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا على انتهاجها النهج الوطني السوري بعيدا عن الانتماءات الطائفية والمذهبية والقومية، عبر احتضانها كافة مكونات الشعب السوري وإرسائها لقواعد الأمن والاستقرار في مناطقها، عبر وضعها العديد من الآليات الإدارية الديمقراطية والتي شكلت نقطة جذب للسوريين على مختلف مواقعهم وشرائحهم. نؤكد في حزب سوريا المستقبل في حلب أن الدولة الفاعلة في الأزمة السورية لم تقدم هي الأخرى إلى الآن أي حل واقعي وعملي لها، بل ظلت تماطل في دعم أي جهود جادة في سبيل الوصول إلى حل سياسي. فرغم صدور عدة قرارات دولية بشأن الأزمة السورية وخاصة قرار الأمم 2254، إلا أن الدولة المعنية بحل الأزمة وعلى رأسها أمريكا وروسيا والاتحاد الأوروبي لم تتجه نحو تنفيذ تلك القرارات ووضعها موضع التنفيذ، وأن كل المسارات الثانوية الأخرى من أستانا وسوتشي واللجنة الدستورية لم تفض إلى حلول مقنعة للشعب السوري وتنهي محنته، على الأقل وقف العنف وإطلاق سراح المعتقلين وفتح الطرقات أمام المدنيين وتهيئة الأجواء لعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم.